ليلة الجمعة، سجلت في تاريخ تركيا الحديث. بدا السوريون خلالها على ضفتي الموقف السياسي. كان سقوط أردوغان هو نهاية الأزمة بالنسبة للبعض في الداخل، وكان استمرار السلطان هو بريقة أمل جديدة لآخرين في الخارج. ساعات تسمر خلالها السوريون في الداخل أمام الشاشات بحثا عن خبر قادم من أنقرة، بينما ربط أكثر من 4 ملايين لاجئ مصيرهم بمصير الانقلاب وعاشوا لحظات مرعبة. ومع بدء اكتمال الصورة خفتت أصوات المحتفلين في دمشق واللاذقية وطرطوس، وصعد معارضو النظام السوري من فرحتهم، وراحت بيانات التهاني بانتصار ديمقراطية تصدر عن التكتلات السياسية والعسكرية داخل سوريا وخارجها. وفي الدائرة الأوسع كانت قطر من أولى الدول التي استنكرت الانقلاب على الحكومة المنتخبة، حين اتصل أميرها مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وعبر عن دعمه للإجراءات المتخذة للحفاظ على استقرار البلاد. المملكة العربية السعودية رحبت بدورها بعودة الأمور إلى نصابها بقيادة الرئيس أردوغان وحكومته المنتخبة. أما مصر التي عكست موقفها أو رغبتها على صفحات الجرائد الرسمية، فقد أحبطت مشروع بيان من مجلس الأمن يدين محاولة الانقلاب ويدعو إلى احترام الحكومة المنتخبة، بعد أن امتنع مندوب قائد انقلاب عام 2013 في مصر عن التصويت بذريعة أن مجلس الأمن لا يملك أن يصف حكومة ما بأنها منتخبة. وعلى الصعيد الدولي كانت اتهامات غير مباشرة طالت الولايات المتحدة بضلوعها بالانقلاب لأكثر من سبب، أولها عدم استجابة واشنطن إلى الآن لطلب الحكومة التركية بتسليم زعيم الكيان الموازي المعارض فتح الله جولين المتهم الأول بمحاولة الانقلاب، بالإضافة إلى تقارير إعلامية وتحليلات حول ما إذا كانت الولايات المتحدة على علم مسبق بالانقلاب. المعلومات اكتسبت أهمية أكبر بعد ربطها بالمواقف المتريثة للإدارة الأمريكية خلال الساعات الأولى لمحاولة الانقلاب. أعقبتها السفارة الأمريكية في أنقرة ببيان وصف ما حدث بالثورة أو الانتفاضة. مع بداية توضح الخيط الأبيض من الأسود صبيحة يوم السبت، تواضعت مواقف وصعدت مواقف أخرى، وانقلب حزن البعض فرحا وفرح البعض الآخر حزنا لما آلت إليه الأمور، بينما الشعب التركي بكل فئاته يحتفل بالساحات والشوارع بعيدا كل البعد عن مواقف الدول وسياساتها من حكومته.